30 سنة و35 سنة و42 سنة لم ييأس فيها الأحرار من بزوغ فجر يزيل ظلمة الحكم الجائر، لم ييأسوا أبدا من أن تزاح عروش تمددت عروقها المميتة في أركان الوطن. امتلأت السجون وحتى المقابر اكتضت بالجثث، وغيب القهر أبناء عن أمهاتهم. قبل 7 سنوات من الآن فهم بن علي وتنحى مبارك بينما تشبت القذافي وأصر على أن يريق الدماء، لكنه نسي أن المختار وبعمر والسويحلي والزاوي لهم أحفاد. انطلقت الثورة الليبية التي كانت ثورة شعب مقهور على طاغ ظالم في الذكرى 7 للثورة، ووسط الاحتفالات التي تشهدها كل المدن الليبية وفي تغطيتنا المستمرة هنا في قناة التناصح نبض الثورة وروحها، ننقل احتفالاتكم وفرحتكم ونستضيف شخصيات نتحاور معها حول ما مرت به الثورة الليبية من مراحل متعددة، لكن بعد هذا التقرير. مرت الثورة 17 من فبراير منذ اندلاعها وحتى إعلان التحرير في 23 من شهر أكتوبر 2011 بمراحل عدة بعد اتساع رقعة الثورة في ليبيا. ففي 14 من فبراير وقع 213 شخصية ليبية ممثلة لمجموعة من الفصائل والقوى السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقية الليبية بيانا طالبت فيه بتنحي القذافي عن سدة الحكم والسماح للشعب بالتعبير عن رأيه، تزامنا مع بداية الاحتجاجات في بنغازي والبيضة التي واجهها القذافي بالعنف المفرط. في 16 من نفس الشهر استخدمت أجهزة القذافي الرصاص الحي أول مرة ضد المتظاهرين في بنغازي والبيضة ودرنا وجدابيا، بينما في 17 بدأت الإذاعات المرئية تنقل صور القتلى في المدن الليبية لأول مرة. في 19 اتسعت رقعة المواجهات وبدأت المنظمات الحقوقية تنقل الحدث وعلى رأسها Human Rights Watch. في 20 من نوفمبر المتظاهرون يسيطرون على بنغازي وسيف القذافي يوجه خطابا للشعب الليبي يتوعد فيه بالانتقام. في 21 استقالت بعض أعضاء حكومة القذافي وبعض سفراء ليبيا في الدول المختلفة أهمها بريطانيا والصين والهند وأندونيسيا وبنغلاديش وبولندا. في يوم 22 القذافي يظهر على تلفزيونه الخاص ليفند إشاعات هروبه، بينما وزير داخليته عبد الفتاح يونس يعلن استقالته وتأييده للثوار. في 23 من نفس الشهر القذافي يتهم الثوار بانتمائهم لتنظيم القاعدة والوقوف وراء التظاهرات والأحداث الجارية. في 25 الأمم المتحدة تؤكد مقتل 1000 متظاهر ومعتقل في ليبيا، والرئيس الأمريكي أوباما يصدر قرارا بتجميد أصول القذافي. في يوم 26 مجلس الأمن يحظر بيع السلاح إلى ليبيا ويجمد الأصول المالية لعدد من أركان النظام. في 26 شكل المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتولى مصطفى عبد الجليل رئاسته. وفي 28 الاتحاد الأوروبي يحظر بيع الأسلحة والذخيرة لليبيا ويجمد أصولا للقذافي وخمسة من أفراد عائلته. في 1 من شهر مارس الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تتبنى قرارا يقضي باستبعاد ليبيا من مجلس حقوق الإنسان، بينما قوات حلف شمال الأطلسي الناتو تبدأ بتنفيذ طلعات مراقبة جوية للأجواء الليبية في 7 من نفس الشهر. فرنسا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، بينما مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بإنشاء منطقة حظر جوي فوق ليبيا تحت رقم 1970 واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين الليبيين، وسط امتناع الصين وروسيا والهند والبرازيل وألمانيا عن التصويت في 10 من نفس الشهر. 19 شهد انطلاق عملية فجر الأوديسا العسكرية ضد النظام الليبي بمشاركة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لإسقاط القذافي.
بينما في 20 مارس القذافي يأمر بفتح مخازن السلاح وتسليمه لأنصاره. صاحب ذلك قيام حلف الناتو بدعم منطقة حظر الطيران في الأجواء الليبية، وذلك في 24 من ذات الشهر. في 28 بدأت الدول بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، وفي 30 مارس موسى كوسا يصل إلى بريطانيا تاركاً القذافي يواجه مصيره. وفي 6 أبريل القذافي يوجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعوه لوضع حد للحملة العسكرية، ويتهم الثوار بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة. في 11 أبريل الثوار يسيطرون على مطار مصراتة التي تحاصرها الكتائب. وفي 22 الاتحاد الأوروبي يفتتح مكتبا في بنغازي. في 1 مايو الناتو يعلن تمديد عملياته في ليبيا لمدة 90 يوما جديدة، ووزير النفط في حكومة القذافي شكري غانم يعلن استقالته. وفي 9 من ذات الشهر وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تقول إن أيام نظام القذافي باتت معدودة، وإنه ينبغي الإعداد لمرحلة ما بعد القذافي. 27 مايو المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق القذافي وابنه سيف ورئيس المخابرات عبدالله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. في 15 أمريكا تعترف بالمجلس الانتقالي، بينما بريطانيا في 27 تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي. في 28 مايو المجلس الوطني الانتقالي يعلن مقتل اللواء عبد الفتاح يونس. وفي 16 الثوار يحكمون السيطرة على العاصمة طرابلس من خلال السيطرة على الطرق المؤدية لها. في 20 رمضان الثوار يدخلون العاصمة طرابلس، والمفاجأة التي عمت أرجاء البلاد هي مقتل القذافي في 20 أكتوبر عام 2011، في حين شهد 23 أكتوبر إعلان تحرير ليبيا من حكم القذافي من قبل رئيس المجلس الانتقالي.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية التي نتناول فيها المراحل التي مرت بها ثورة 17 من فبراير، صحبة ضيفي الأستاذ مصطفى المارك المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك. بداية لو تعطيني كلمة سيد مصطفى عن احتفالات العيد السابق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، هذه يعني الذكرى السابعة. رأينا أبناء الشعب الليبي الحر لا زال على العهد. كان الكثير يظن أن المؤامرات التي أكيدت لثورة 17 من فبراير لتشويهها وحتى يخرج الناس كرها لهذه الثورة، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل، لأن الشعب أدرك الحقيقة وعرف أن هذه الثورة هي رأينا كافة مدربية التي لا زالت تحت حكم فبراير وهي تحتفل. حزننا كثيرا عندما رأينا شرارة الثورة وهي للأسف يعني لا تستطيع أن تحتفل بهذه الذكرى الطيبة، هذه الذكرى التي سالت فيها دماء أبناء مدينة بنغازي حتى تنير لنا طريق هذه الثورة. هذه الآلام امتزجت مع فرحتنا بباقي ربوع ليبيا التي يعني لا زالت تؤكد بأنها لا زالت على العهد، وأن ثورة فبراير باقية، وأن الأعداء لم ينجحوا في مخططاتهم الانقلابية. طيب نعم سيد مصطفى، يعني نلاحظ في السنوات التي سبقت الثورة احتفالات النظام السابق بسبتمبر، كيف كانت احتفالات يتم التحضير لها وإجبار الناس على حضورها. هذه الاحتفالات بثورة فبراير برغم المآسي التي يمر بها المواطن حاليا، لا نريد أن نتطرق إلى الأسباب، لكن مشاكل غياب الأمن وكذلك نقص السيولة في المصارف وانعدام الخدمات في مؤسسات الدولة، ومع ذلك الناس تستمر في الاحتفال. برأيك ما الذي يربط ثورة فبراير والشعب الليبي؟ أخي الكريم، عندما نتذكر جاءت على هذا الشعب الليبي طيلة 42 عام من القهر ومن الذل ومن يعني ومن الإرهاب الذي كان يمارسه بعمليات الاختطاف في منتصف الليل والتصفية لكل من يخالفه الرأي، حتى إن هرب خارج البلاد. فلذلك أخي الكريم، الشعب يعرف حقيقة أن يعني ما يسمى بثورة الفاتح الذي أراد ترسيخها 42 عام ولم ينجح هو في ذلك، يعلم أن هي ليست إلا حكم لعائلة لا تمثل الشعب الليبي. 42 عام لم يحصد شيء الشعب من وراء هذا الانقلاب، لم يحصد شيء ولم يرى شيء، لم يجد لا خدمات ولا حقوق ولا أبسط يعني أبسط الأشياء. هناك من يقول أنه قد يعني كان هناك يعني نوعا من الأمن، لم يكن هناك أمن لأنك لا تستطيع أن تعبر عن رأيك. الأمن الحقيقي هو ليس أن الناس تصبح يعني في خوف وأن لا تفعل ذلك حتى لا تتعرض لذلك، ولكن ثورة 17 من فبراير تختلف اختلاف كلي عن انقلاب المغبور. هي ثورة اشتعلت من أبناء هذا الشعب، لم تحسب على جهة أو فئة أو شريحة معينة. يعني انطلقت هذه الثورة، شاركوا فيها من دون دفع، بل تلقائيا ما دفعهم هو الظلم والطغيان الذي مورس عليهم طيلة 42 عام. كذلك بعد نجاح هذه الثورة ويعني بروز نجاحاتها طبعا بأول عملية انتخابية، على ما طبعا او على يعني استطاع ان يعلم اغلب الشعب، ولكن بفترات يعني هناك من استطاع ان يفهم من البدايه ان هناك مخططات ضد اراده هذا الشعب،
ولكن يقينا نحن بعد عندما نرى هذه الاحتفاليات الضخمة عرفنا أن أبناء الشعب الليبي عرفوا أن كل ما يحدث هي المؤامرات، ولكن ثورة فبراير هي ثورة حرية وعدالة ورخاء ورفع الظلم، وليس وليس يعني ما مورس من قبل أعداء يعني هذه. طيب سيد مصطفى، يعني وكذلك المشاهدين، لاحظنا الكم الهائل من الناس الذين يخرجون للاحتفال بفبراير في كل ساحات وميادين مختلف المدن الليبية، وأستطيع أن أقول بأن الاحتفالات يعني مستمرة منذ أيام قبل يوم 17 من فبراير. يعني لا توجد صور لشخصيات معينة، لا توجد شعارات أحزاب سياسية، لا توجد توجهات، فقط أعلام ليبيا ومجموعة من الناس يعبرون عن فرحتهم بهذه الثورة سيد مصطفى، التي حتى النظام نفسه لم يكن مستعدا لها، ولم يكن حتى الليبيين قد خططوا ذلك التخطيط الجيد مثلا للثورة أو كونوا قيادات، كلها أتت بعد خروج المظاهرات تنادي بإسقاط النظام. قصة الرد العسكري من القذافي على هذه المظاهرات، يعني هل كان هذا من هول الصدمة أن الشعب الذي داسه القذافي 42 عام لا يمكن أن يتحرك، لا يمكن أن يطالب بحقه، أخذ عليه عادة أنه يستطيع أن يقهره، يستطيع أن يسلب حقوقه دون أن يتكلم، يعني لماذا هذا الرد العسكري بهذا العنف؟ بداية أخي، يعني عندما نتذكر الأحداث في مدينة بنغازي، بداية يعني أحداث ثورة فبراير، هناك يعني صفوف في البداية كانت تنادي بالإصلاح، وهذه الصفوف كانت تمثل الحقوقيين يعني، وليست ولا تمثل يعني عامة الناس. يعني عندما بدأ مسلسل الاعتداء يعني عن طريق القبعات، من كانوا يرتدون القبعات الصفراء، ومن ثم تطور هذا المشهد إلى استخدام الأسلحة المتوسطة عند كتيبة الفضيل سابقا، وبدأ يعني مشهد القتل المروع صراحة، هذه الدماء التي سالت هي من دفعت باقي الناس إلى المشاركة وإلى الدفاع عن أهلهم، لأنهم رأوا أن هذه الآلة سوف تقوم بممارسة قتل يعني بصورة لا توصف. نعم. يعني عندما يعني اندمج الناس ورأوا أن هذه هي فرصة مناسبة، يعني انتشرت روح الثورة يعني بطريقة أنت وصفتها، يعني لم يكن مرتب لها. وسبب النجاح الحقيقي، وأتمنى أن نعود يعني لهذه النقطة، عندما خرجت التظاهرات في باقي مدن ليبيا في الغرب، خاصة في مصراتة وفي الزاوية وفي طرابلس وفي الزنتان، كانت هناك شعارات بالروح بالدم نفديك يا بنغازي. نعم. خرج يعني هؤلاء الناس عندما رأوا دماء أبناء هذا الوطن في مدينة بنغازي، يعني هذا هو الدافع، هذا هو الدافع الذي يعني جعل ليبيا كلها تنتفض. هذه الروح هي التي حقيقة يعني قادت ثورة 17 فبراير إلى أن تم القضاء على المقبور. يعني ويعني أنا أريد التذكير على هذه النقطة التي أتمنى أن نعيشها في هذه الأيام المباركة، وأن تعود هذه الذكرى بأشياء كنا نفعلها نحن في ذلك الوقت، وهي الوقوف جميعا صفا واحدا حتى لا نرى يعني مزيدا من الدماء ومزيدا من القتل الذي نراه الآن يمارس يعني في حق أهلنا في مدينة بنغازي وفي مدينة درنة. أستاذنك سيد مصطفى، ينضم إلينا عبر السكايب العقيد طيار عادل عبد الكافي، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي. سيادة العقيد، كيف ترى الاحتفالات الشعبية التي تنتشر في كل المدن الليبية في العيد السابع للثورة؟ تحية طيبة لك سيد مصطفى، وكذلك لضيفك الكريم ومشاهدين قناتكم، وأيضا أهني الشعب الليبي بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير، وترحم على الشهداء الذين قدموا دمائهم الزكية من أجل إسقاط الدكتاتور العصر نظام القذافي،
وأسأل الله أن الشفاء للجرحى وأن تهتم بهم الدولة. حقيقة هنالك إهمال لهذا الملف بطريقة غبية جدا. فنسأل الله أن يولي من يصلح من الشخصيات التي تستطيع أن تهتم بمثل هذا الملف الهام جدا حتى لا يكون هنالك غبن. أما بالنسبة لأوضاع ليبيا عموما، طبعا الأوضاع الآن حقيقة هنالك سياسة ممنهجة وأسلوب ممنهج لمحاولة إظهار أن ثورة 17 من فبراير لا تريد بناء دولة ولا تريد الاستقرار، وإنها هي آتت بالنكبة مثلما يخرج مثال الشيباني وغير من هذه النماذج التي كانت تلعق الأحذية في السابق، ولم يروا بأنهم تحرروا على أيدي شرفاء هذا الوطن من نظام دكتاتوري قمعي كان يدوس بأقدامه على رقاب كل من يحاول أن يخرج عليه أو يقول كلمة حق أمام القذافي. الأوضاع في ليبيا طبعا هذه الأوضاع لا نقول علينا أن ولكن هي أوضاع طبيعية عادة تحدث في جميع الدول التي تحدث فيها ثورات تستمر عدة سنوات في ظل طبعا الحقيقة التي ربما يعلمها الكثيرين جدا، وهي نحن لم نرث مؤسسات في هذه الدولة ولكن إدارات كانت في يد وقبضة رجل أو زمرة حقيقة فاسدة وقتلة ومجموعة من المجرمين، وهؤلاء يعني نعتبرهم أحفاد ما يطلق عليهم المطليين، أي الذين كان أجدادهم يتعاملون السيد توارث أبنائهم ساهموا في 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 يعني في تدمير ليبيا في حكم. وإلى الآن البعض منهم يعمل داخل بعض الإدارات كما قلت، يعني هي ليست يعني تحقيق الهدف لمجموعة اللوبي الذي يسعى إلى إفشال أهداف الثورة، وهي بناء الدولة ومؤسسات الدولة وأن يكون هنالك دستور وأن يعيش الليبي داخل وطنه وخارج وطنه عيشة كريمة، وأن يتلقى جميع حقوقه بدون أن يستجديها وبدون أن تنهار معنوياته وتحطم نفسيته، ومحاولة إذلاله وتركيعه من الأساليب القذرة التي تستخدم الآن سواء كانت عبر منظومة المصارف أو المستشفيات أو حتى الإدارات أو غيره، أو حتى بعض الإدارات العسكرية للأسف لا زالت هنالك تلك المنظومة التي تسعى لزرع الإحباط وتحطيم المعنويات. ولكن ما حدث في هذه الاحتفالية للذكرى السابعة عبر عن رأي الشارع وعن رأي الشعب الليبي الذي ارتضى بالحرية وارتضى بإسقاط نظام دكتاتوري قمعي فاسد ومنظومته الفاسدة، إنهم لا زالوا صامدون رغم التضحيات ورغم الألم ورغم محاولات الإذلال والترقيع الممنهج على هذه العصابات، إنهم ارتضوا بثورة 17 فبراير التي تنشد بناء الدولة والاستقرار وأن ترتقي بمستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطن الليبي. أهداف هذه الثورة هي بناء دولة المؤسسات، أن يكون هنالك دستور، أن تستقر ليبيا بالجميع وللجميع. سيكون هنالك الكثير من التنازلات من أجل هذا الوطن، وبدأت تظهر ملامح هذه التنازلات منذ فترة وإلى زالت إلى الآن. ربما هنالك أمور لم تظهر على العلن إلى الآن ولا نريد أن نصرح بها نظرا لحساسية المرحلة، ولكن هنالك مجهودات تبذل سواء كان على الصعيد العسكري أو بعض الأصعدة الأخرى والأمنية من أجل أن نلم شتات هذا البلد، وأيضا أن ننهي حالة الانقسام الموجودة، وبإذن الله ستكون هنالك توضيح بهذه المجهودات التي ربما لا يعلمها الكثير.
سيادة العقيد، يعني لما نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى خروج الناس في الشارع والمطالبة بإسقاط القذافي، يعني كانت شرارة الموضوع هي مجزرة سجن أبو سليم وأيضا بعض الجرائم التي كان يرتكبها النظام في سنوات سابقة. يعني لو تحدثنا، وأنت عاصرت فترة مهمة في حقبة النظام السابق وهي مرحلة حرب تشاد، يعني لو نأخذ لمحة بسيطة، وهل يمكن اعتبارها إحدى الجرائم التي قادت إلى أن الليبيين ينتفضوا ضد نظام مثل نظام معمر القذافي؟ نعم سيد مصطفى، القذافي زج بالجيش الليبي في أوغندا وفي حرب تشاد وفي لبنان وفي عدة مواقع لمحاولة التخلص من الجيش الليبي، وتحديدا لو تحدثت عن حقبة تشاد التي عاصرتها أو عاصرت جزء منها وجزء كبير جدا في محاولة التخلص من الجيش الليبي الذي كانت تحدث به عدة محاولات للقضاء على القذافي، حتى من ضمنها كانت له إحدى الزيارات إلى قاعدة لبرق التي هي قريبة من مدينته البيضاء، واعتز بهذه المدينة واعتز بعمله في السلاح الجوي الليبي. عموما كانت هنالك محاولة للقضاء على القذافي، فقذافي كان لديه هاجس وقلق شديد جدا من الجيش الليبي الذي تعددت محاولة الإطاحة بالقذافي وفشلت، نظرا طبعا لزرعه العملاء التابعين له من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية داخل وحدات الجيش، مما ترتب عليه إفساد الجيش وزرع حالة عدم الثقة ما بين أخوة السلاح أو رفقاء السلاح، وترتب عليه القبض على بعض الشخصيات داخل المؤسسة العسكرية، أيضا تمت حالة من الإعدامات للبعض منهم، وهنالك من أخذ خطوة جريئة بأن خرج على نظام القذافي لإظهار الحقيقة بعد المجزرة التي ارتكبت في تشاد وكان يرأسها خليفة حفتر أبان المعركة الأخيرة وهي معركة وادي الدوم وفادة، وهذه أنا حضرت من هذه المعارك وكان لي وجود، ورأينا كيف الخيانات تتم من بيع علني. يعني عندما أتحدث عن واقع وسأسردها سريعا في إحدى المرات وأذكرها حقيقة، عندما نبلغ القيادة بأن يتم تزويد طائرتنا بالوقود للبحث عن مفقودين أو عن فرقة استطلاع أرضي، ويتم إعطائنا الأوامر بعدم البحث وعدم الإقلاع، فهذه تعتبر خيانة، نظرا أن كانت هنالك مجموعة استطلاع أرضي تم إرسالها لكي تقوم بجولة استطلاعية وضاعت وتاهت في الصحراء، تم إرسالنا بطائرتنا للبحث عن هذه المجموعة، ولكن للأسف وجدنا العرب وأردنا أن نرجع نتزوج وقود من القاعدة لنستمر في بحثنا عن زملائنا أو رفقائنا في سلاح الاستطلاع البري، ولكن رفض هذا الطلب من قبل القيادة التي كانت متواجدة وقتها، وقالوا لنا سيرجعون أو من يجدهم في الصحراء يأتي بهم، فهذه تعتبر خيانة بجميع المقاييس، وأسماءهم لدينا حقيقة، ولكن ليس وقتها الآن الحديث عن هذه الأمور. عموما كانت هنالك خيانة على الجيش الليبي، توالت هذه الخيانة من حرب تشاد إلى إفشال الجيش الليبي وإفساده من الداخل، واستمرت هذه الحالة إلى قيام ثورة 17 فبراير. فهذه الثورة التي قام بها أبنائنا من الليبيين من المدنيين كان لها امتداد تاريخي من محاولات اغتيال القذافي للخروج على القذافي وكشف الكثير من الحقائق التي كان يزيفها القذافي أمام المجتمع الدولي. عندما كنت خرجت خارج ليبيا ضد نظام القذافي ومحاولات الابتزاز التي حقيقة اتبعها عبر قذافي الدم
وغيره من الأسماء التي كان يرسلها إلى مصر في أبان حكمة حسني مبارك لمحاولة إرجاعنا أو محاولة القبض علينا، ولكن طبعا كنا تحت القانون الدولي الذي يحمي حقوق ويكفل حقوق اللجوء السياسي إلى مصر. عموما هذه الأمور كلها ترتب عليها الحالة التي وصل إليها الوضع في ليبيا من إفشال الحالة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ترتب عليه خروج أبناء ليبيا. وحقيقة أقولها، أنا يعني اندهشت، يعني كنت أتوقع أن يكون هنالك محاولة لاغتيال، نظر أني أعلم أن أمثال شخصية القذافي يتم القضاء عليها بعملية اغتيال أو تفجير أو محاولة الانقلاب عليه، ولكن أن يخرج المدنيون وأبناء ليبيا فهذا مؤشر كبير جدا ان 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 طفح الكيل بابناء هذا الوطن من ضروره اسقاط نظام القذافي وارجاع ليبيا الى حضن الوطن والمواطن التي كانت مختطفه من قبل زمره باعت انفسها للقذافي ولافعاله الاجراميه. فترتب عليها الان لازالت بقايا هذه المنظومة الفاسدة التي لازالت تسيطر على بعض الإدارات العسكرية والمدنية والاقتصادية، وتحاول أن تفشل وتركع المواطن والعسكري الشريف والحر لمحاولة أن يرضخ بواقع ومشهد آخر، ولكن نقول لهم لن يحدث ذلك. هذه أكدوا منها بإذن الله لن يحدث ذلك، ولكن لكل حادث حديث. فنحن نحتاج في هذه المرحلة أو المراحل القادمة بتحديدا أن يكون هنالك شخصيات حرة، شخصيات شريفة. طيب سيادة العقيد، يعني كنت تسمعني، هناك محطات سنتناولها في هذه التغطية الخاصة. دعني أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو سيد مصطفى. يعني عندما خرجت المظاهرات السلمية تطالب بتنحي القذافي وقصة التضارع أمام محكمة شمال بنغازي ومطالبة أهالي أبو سليم بمعاقبة المسؤول عن هذه المجزرة التي حدثت في السجن والتفاف باقي أهالي بنغازي على هذه العائلات التي ظلمت مدة 10 سنوات، تم إخفاء هذه الجريمة حتى خرجت في 2006 تقريبا. يعني لو تحدثنا عن تلك الفترة، ما الذي كان يحدث في بنغازي وكذلك في المدن المنطقة الشرقية المجاورة لمدينة بنغازي؟ أخي الكريم، يعني مدينة بنغازي يعني تقدر تقول عندها يعني أحداث كثيرة قبل الثورة ساهمت بشكل كبير جدا في اشتعال هذه الثورة. يعني من ضمنها حتى ما ذكرناهاش نحن بدري، الشهيد نسأل الله أن يتقبله الحامي، وكذلك بشرتي إلى فترة 95 و96 وكذا، وكذلك طبعا يعني أهالي بسليم. كان يعني الناس ينظرون لهؤلاء الذين يعني قتلهم القذافي، هم رمز للحرية، هم رمز للنضال. اقتنعوا أن يعني أن هؤلاء كانوا محقين في الخروج على هذا النظام وعلى محاولاتهم لإسقاط هذا النظام، لأن المحاولات لم تكن يعني في ثورة فبراير فقط، كان هناك العديد يعني من المحاولات. يعني كان ينظر يعني أهل بنغازي إلى هذه الشريحة بأنها يعني رمزية للحرية، رمزية يعني للنضال ضد نظام المقبور. فحقيقة يعني في تلك الفترة الشعب أو المجتمع يعني في بنغازي تبنى هذه القضية، على عكس يعني ما يعني ما نراه اليوم، يعني من نكران من 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 جزء من هذه الشريحه، وليس هذا النكران له اسبابه سنتناوله لاحقا، لكن يعني نريد ان نركز على ما حدث في بنغازي. يعني هذا العقاب الجماعي الذي اتبعه القذافي على هذه المدينة تحديدا وكيفية الرد، وكأن هناك انتقام دفين له سنوات يخزنه القذافي لهذه المدينة، حتى أنه استخدم يعني
سلاح مضاد للطيران لضرب المتظاهرين، وكانت الاشتباكات التي حدثت في كتيبة الفضيل بوعمر خير دليل، حوالي 400 شهيد في يومين فقط. يعني هذا الرقم المهول وهذا الحقد الدفين الذي يحمله القذافي على أهالي مدينة بنغازي، كل المدن الليبية الأخرى التي تحركت في الثورة تحركت وراء هذا الدم الذي سال في مدينة بنغازي، ورأوا الانتقام الشنيع الذي قام به معمر وزبانيته من مدينة بنغازي. عندما انتقلت الثورة إلى المدن الأخرى، كيف نظر لها أهل بنغازي في تلك الفترة؟ يعني الدور البارز في المدن طبعا المجاورة لمدينة بنغازي، نستطيع أن نقول يعني مدينة البيضة ومدينة درنة ومدينة طبرق، لكن يعني الـ 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 يعني القرى المجاورة مدينة بنغازي لم يكن لها يعني حقيقة يعني ذاك الدور يعني البارز في يعني في 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 تلك في تلك الحقبة. أما يعني طبعا حقد المقبور على هذه المدينة لأنه قلت لك تعرض لكثير من المحاولات يعني للخروج عليه، كذلك نستطيع أن نقول أن هناك موجة كانت يعني في مصر وتونس، هو يرى أنه إن لم يستخدم يعني القوة ضد هذه الفئة حتى يخشاه يعني باقي الشعب الليبي، ولكن سبحان الله يعني هو دار شيء من أجل إخافة الناس، ولكن الشيء هذا جاء بعكس ما هو توقع. يعني الشيء هذا عملية القتل البشعة التي مارسها يعني على أهل بنغازي يعني خاصة عند كتيبة الفضيل، هذا هو ما شجع باقي المدينة، وهو ما شجع باقي المدن التي يعني قريبة من عقر داره. يعني عندما نتحدث مثلا عن مصراتة أو الزنتان هي قريبة والزاوية قريبة وطرابلس هي عقر داره، يعني الممارسات التي هو يعني قام بها من أجل إخافة باقي الشعب حتى لا يخرجوا عليه. كان هناك شعارات يعني هناك شعارات في تلك الفترة، يا بنغازي مش بروحك، نحن ضمن بروحك، نعم بالروح بالدم نفديك يا بنغازي، نوضي نوضي يا بنغازي، جاي اليوم اللي فيه تراجي. هذه الشعارات يعني كلها كما ذكرت أنت يعني قلبت الطاولة على القذافي وجعلته يعني في مرمى حجر من كل المدن الليبية التي انتفضت ضده. قصة الاتجاه للعمليات العسكرية، شخصية مدنية أو أناس بسيطين، نعرف كم التجهيل الذي كان يمارس على الليبيين، التضييق في المعيشة يعني الذي يدفعهم لمهاجمة معسكرات وأخذ السلاح للدفاع على النفس. أريد أن توصل فكرة للمشاهدين يعني مدى الإصرار على أن يزاح القذافي في تلك الفترة وأنه لا بد أن يرحل عن ليبيا. ويعني أنا أتمنى أن نحصل ساعات في هذه النقطة، لأنه في شيء مهم. لا نحن لا نريد أن نرجع لسيناريو ثمانية أشهر بالكامل، ولكن نريد يعني أن نذكر بمراحل حتى ربما قد يستيقظ من غفل في هذه السبع سنوات ولم يعرف لماذا تحرك الشارع الليبي في تلك الفترة. هو صراحة يعني عندما أجبر المدني على حمل السلاح، هذه رسالة واضحة أنه لا يوجد عسكري أو أمني أو نظام يعني عسكري أو أمني في حقبة القذافي من أجل المواطن، لذلك اضطر أو أجبر المواطن بأن يحمل السلاح، بأن يتحصل على السلاح بداية حتى يحمله دفاعا عن نفسه، لأن مورس عليه القتل ولم يأتي أحد للدفاع عنه. للعلم يعني هناك الكثير عندما تتحدث منطقة شرقية قد يفوق العدد 100,000 من يحملون الأرقام يعني العسكرية. غياب يعني أنا لا أستطيع أن أقول الكل، يعني وجود أفراد ولكن أفراد من 100,000 مثلا ما يعني هذه نسبة أو رقم لا يذكر، يعني كانت آراء شخصية ليست آراء مؤسسة. نعم نعم، لأن لا يوجد أمن حقيقي أسس في عهد المقبور من أجل المواطن. نحن رأينا الجيش في تونس كيف قام بفصل يعني الاعتداءات على الناس التي مورست من أجل الأمنية الخاصة يعني بالرئاسة، ولكن في ليبيا أو في أقصد يعني في المنطقة الشرقية في بنغازي لا يوجد، بل وجد يعني أمن شارك في قمع المتظاهرين، ويوجد يعني عسكر شارك في قتل المدنيين. وإن لم يعني إن لم يقم يعني أبناء بنغازي بهذه الخطوة وتحصلهم على السلاح
لما استطاعوا أن يدافعوا عن أنفسهم يوم 19/3. عندما نتذكر يوم 19/3 يعني أنت تتحدث عن ما يقارب شهر بعد يعني اشتعال الثورة، عندما تجد من قتلوا في 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 ذلك اليوم، بغض النظر عن الطيارين نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء، من سقط على الأرض جلهم من المدنيين. إن لم يقم يعني المدني في تلك الأيام بالتحصل على سلاح لا تعرض لإبادة. لا نريد أن نبخس حق ضباط الجيش الذين نعم بمحاولات. أنا قلت يعني أفراد انقلاب قبل الثورة. ومعنا يعني لازال معنا ضيفنا عبر سكايب العقيد طيار عادل عبد الكافي حتى لا يبخس حقهم. يعني سيادة العقيد، يعني ما يدفع المدنيين للتمسك بالسلاح؟ سيادة العقيد إن كنت معي. نعم معك سيد مصطفى. ما يدفع المدنيين للتمسك بالسلاح لإزاحة نظام وترسانة عسكرية مثل التي كان يملكها القذافي؟ نحن نعرف أن العسكري يمر بمراحل حتى يتقن ما هو الجيش وما هي تشكيلاته وكيف يستخدم السلاح إلى آخره. في تلك الفترة القصيرة، تحدث عن الشهر الذي سبق تدخل حلف شمال الأطلسي وفرض حظر الطيران وكذلك حماية المدنيين، فترة الشهر هذه التي تم فيها يعني إعداد بعض المدنيين للتحول لقوة مقاتلة ضد ترسانة القذافي، يعني هل نعتبر أن الدافع الداخلي من المواطنين أنفسهم من المدنيين كان له الدور في تسهيل عملية التدريب العسكري حتى يصبحوا مقاتلين يزيحوا هذا النظام؟ نعم، بداية طبعا المتابعة لمجريات بداية ثورة 17 فبراير يجد أنها هي خرجت سلمية، طالبت بتغيير الأوضاع وتغيير النظام، وكانت هنالك هتافات تتصاعد، ولكن طبعا القذافي مثلما أشرت في بداية حديثكم أنه يرى أن هذا الشعب الليبي ملك له وليس شعب يحكمه كأي نظام عادي، ولكن هو يرى حتى لدرجة أنه لو تتذكروا قال لهم من أنتم، يعني من العته الذي يعني تعشش داخل عقلية هذا الرجل. عموما القذافي طبعا أرسل آلته الحربية من خلال الكتائب الأمنية التي أنشأها على حساب الجيش الليبي، بعد أن ذكرنا ما قام به بخصوص محاولة التخلص من الجيش الليبي في حرب تشاد، واستطاع استنزاف الجيش الليبي في حرب تشاد على مدار عدة سنوات، وإخراج هذه الكتائب الأمنية التي كانت عقيدتها مختلفة عن عقيدة الجيش الليبي. أيضا أرسل أجهزته الأمنية من الأمن الخارجي والداخلي واللجان الثورية والحرس الثوري والقتلة، عموما هذه المجموعات أو هذه الأجهزة التي كانت دائما ما معارضية، سواء كان اعتقالات إعدامات سرية، سواء كان تصفيات جسدية خارج الأراضي الليبية، قمع الحريات، فكانت هذه أدوات القمع لديه. أرسل هذه الأدوات لمحاولة قمع ووأد الثورة، ولكن أجبر المواطن الليبي الذي خرج، وأنا هنا أتحدث عن الأحرار الذين خرجوا عن نظام القذافي وأصروا واستبسروا أن يلجوا إلى حمل السلاح، سواء بالتحصل عليه من مراكز الشرطة أو من مخازن بعض المعسكرات، ومقاومة آلة القتل التي أرسلها القذافي، وظلوا ويقدمون دمائهم من أجل إسقاط آلة القذافي التي تعتبر ذراعه القاتلة. وتحقق حلم وطموح هذه الشريحة من الأحرار والوطنيين. طيب سيادة العقيد، فقط لأن الوقت يدهمنا في الجزء الأول من هذه التغطية، ضباط الجيش والأسلحة النوعية في الجيش، لا تحدث عن الكتائب الأمنية وانضمامهم للشباب المدنيين الذين خرجوا ضد القذافي، نريد أن نتكلم عن سلاح الجو وبالتحديد عن قاعدة بنينة. هناك من يعتقد إلى حد هذه اللحظة بعد سنوات الثورة بأن من أوقف الرتل عن بنغازي هو حلف شمال
الشمال الأطلسي وليس الطيارين في قاعدة بنينة. يعني لو نتحدث عن هذه النقطة أن هؤلاء المقاتلين كانوا أقصد صقور الجو الليبيين كانوا يقصفون الرثل قبل تدخل الناتو بثلاثة أيام، ما هي نوعية الطائرات التي كانت لدى الجيش الليبي؟ هل كانت مجهزة لأن تدخل عمليات عسكرية فعلية؟ هل هناك ذخيرة أيضا متوفرة في القواعد الجوية؟ كيف كانت صورة الجيش في تلك الفترة؟ طبعا صورة الجيش عموما على مستوى ليبيا وتحديدا المنطقة الشرقية كان في تهميش كبير جدا، حتى للسلاح الجوي الذي يعتبر الإيد الطولة لأي مؤسسة عسكرية، دائما ما تعتمد على السلاح الجوي في تحقيق أهدافها نظرا إلى إمكانيات الطائرات تستطيع الوصول إلى مدى في وقت قصير جدا وتحقيق عدة أهداف لمصلحة تقدم أي قوة على الأرض. عموما بالإمكانيات المتواضعة لدى الطيارين والسلاح الجوي وضباط صف وجنود السلاح الجوي استطاعوا حقيقة صد على قدر إمكانياتهم المتاحة من سواء من الطائرات العمودية الـ 35 العقرب أو الميك 23 المتواجدة أو الـ 21 على قدر إمكانياتهم استطاعوا، ولكن سيد مصطفى أيضا كان هنالك بعض الكثير من الخونة والذين حاولوا حقيقة إفشال هذه الأعمال البطولية التي قدمها أبطال ونسور السلاح الجوي في صد رتل القذافي وأيضا المساهمة في تدريب أبناء ليبيا في حمل السلاح وإعادة التذخير وأيضا رسم الخطط. وطبعا دعونا نتذكر دور اللواء عبد السلام جدالله رئيس الأركان العامة دوره في جبهة جدابية، وكذلك الشهيد عبد الفتاح يونس وأبو غفير رحمة الله عليه وصلابي وغيره. حقيقة هذه الكوكبة من الشرفاء من القوات المسلحة الليبية أو من الجيش الليبي هم من ساهموا في جزء كبير من صد رتل القذافي، وليس كما يدعي أسميهم المرضى النفسيين حقيقة بأنهم النيتو هو من قضى على القذافي وغيره. نعم حلف النيتو هذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها، ساهم امتلاكه قدرات عالية جدا، ولكن الدور كبير جدا قدمه السلاح الجوي وأيضا أفراد الجيش، ونهيك طبعا عن الدور الكبير جدا قدمه المدنيين من أبناء ليبيا في مواجهة مجرمين القذافي في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية أو المنطقة الجنوبية أو المنطقة الوسطى. حقيقة الكل ساهم في إسقاط نظام القذافي. عموما بخصوص احتفال الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير وخروج هذا المشهد الذي أراه أربك في داخل ليبيا، وأيضا رسالة هي دولية ولدول الإقليم أن لا زال الليبيون الشرفاء الأحرار يريدون إنجاح ثورتهم ببناء دولتهم، ورغم التركيع والإذلال الذي والسياسة الممنهجة التي اتبعوها على مدار المدة الماضية لمحاولة إذلالهم وزرع الإحباط وتحطيم معنوياتهم، ولكن قالوا لن نكفر بالثورة. طيب سيادة العقيد فقط أستميحك عذرا، نخرج فصل مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الساعة الأولى من تغطيتنا المستمرة معكم للاحتفال السابع بذكرى الثورة، ثورة 17 من فبراير التي خرج فيها كل الليبيين مطالبين بإسقاط القذافي الذي جثم 42 سنة. فاصل ونعود إلى الساعة الثانية. Thank you.